ننتقل إلى الحديث التالي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. نعم، هذا الحديث نستفيد منه أشياء. أولا، كم عدد ركعات قيام الليل التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الأخير أبو حسونة، نعم، 11 ركعة. 2، هناك ركعتان كان يؤديهما النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عن 11 ركعة مذكورة في هذا الحديث، ما هي؟ لا، من يساعده؟ ركعتان بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، وهي ما تسمى بالسنة القبلية للفجر. وهذا الحديث يوضح شيء مجمل ورد في حديث آخر. هناك الأحاديث مجمل وهناك مفصل أو مبين. فما هو الحديث الآخر المجمل الذي وضحه هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13. نعم، أحسنت. هناك أحاديث تقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل 13 ركعة، فبالتالي الراوي الذي قال 13 ركعة جمع معها سنة الفجر. وبالتالي عندما قالت عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذه أحاديث منسجمة ولا يوجد بينها تعارض. وهناك بعض الروايات صلى ركعتين في أول الليل، إذن أيضا سنة العشاء. فمن ذكر 13، ما إما أن تكون سنة الفجر وإما أن تكون سنة العشاء البعدية.